لكن خلينا قبل ما نخش على الصحف بتقول ايه، العناوين الكبيره في الصحف العالميه بتقول ايه، تعالوا مع بعض نشوف بعض الاخبار السريعه. طبعا من اول الاخبار يمكن شائعات كتيره جدا، كومباني ده طبعا لاعب المان سيتي وقائد مانشستر سيتي السابق، في بعض الاشاعات بتقول او الرومر بتقول انه هيدرب فريق بيرنلي في طبعا الشامبيونشيب بعد ان ترك المدرب البالغ من العمر 36 سنه منصبه كمدير للفريق اكتر. وطبعا حضراتكم عارفين ان كومباني عاد الى نادي اندرلخت سنه يعني في 2019 كلاعب ومدرب قبل ان يقود النادي للمركز الثالث في الدوري البلجيكي السنه دي. يعني كومباني بيعتقد انه اجرى محادثات، يعني في بعض الناس بتقول في محادثات اوريدي ما بين بيرنلي وما بين يعني كومباني في الاسابيع، رغم حضراتكم عارفين طبعا هبوط بيرنلي الى الشامبيون شيب الى دوري الدرجه الثانيه في انجلترا، لكن طبعا كومباني هو المرشح لقياده هذا الفريق. طبعا حضراتكم عارفين يعني هو كلاعب كان لاعب ممتاز ما فيش شك، وادى يعني على مستوى المان سيتي بطولات كبيره جدا، هو مدرب لسه في اول خطوات التدريبيه، قدم حاجه كويسه في الدوري البلجيكي. كمان بيرنلي قال ان في ابريل يعني بعد 10 سنين في ملعب مور، منذ الحين حصل المدرب المؤقت يمكن جاكسون على 11 نقطه من 8 مباريات، لكنه طبعا فشل في طبعا تجنب الفريق للهبوط للتشامبيونشيب في اليوم الاخير من الموسم. طيب نروح كمان خبر، طبعا الاسطوره ابراهيموفيتش مهاجم انتر مهاجم اي سي ميلان بعد الفوز الكبير بالبطوله، وكان حقيقي ليه دور كبير جدا جدا في فوز الميلان بها البطوله او بدوري الايطالي، السويدي هيغيب من 8 ل 6 شهور بعد خضوعه لعمليه جراحيه في الركبه. زي ما حضراتكم عارفين ان يمكن ابراهيموفيتش البالغ من العمر 40 سنه ساعد الميلان بشكل كبير جدا في الحصول على اول لقب في الدوري الايطالي من 2011. ابراهيموفيتش طبعا اللي انتهى عقده مع هينتهي عقده في خلال هذا الموسم، يمكن هو يمكن في السابق اعرب عن رغبته في البقاء مع الميلان على الاقل كمان سنه، لكن يعني في اعتقادي الفتره الطويله في العلاج 8 شهور طبعا دي بتعجل بانتهاء مسيره هذا اللاعب الكبير، وزي ما بقول لحضراتكم كان عامل مهم جدا، لو ما كانش في الملعب يبقى خارج الملعب في حصول ميلان على الدوري الايطالي بعد من 2011، يعني بتتكلم في 11 سنه كان غايب هذا اللقب عن الميلان، وكان ابراهيموفيتش ليه دور كبير جدا في الفوز بهذا اللقب. طيب نروح لنجم كبير تاني، يمكن النجم طبعا البرازيلي نيمار. نيمار يعني بيوري مهاراته اثناء المشاركه ضد الفريقين الفائزين في نهائي بطوله نيمار جونيور لكره القدم، دي طبعا بطوله خماسيه اقيمت في الدوحه، وكانت الحقيقه احتفاليه بكره القدم البرازيليه. يعني نيمار يعني حضرات كلنا عارفين كان بمثابه مكافاه كمان اضافيه للقب اللاعب بالفوز طبعا في الدوري الفرنسي. نيمار طبعا كالعاده مهاراته زي ما حضراتكم شايفين، الكره الخماسيه كمان ليها لعيبتها، نيمار من ضمن اللعيبه اللي تقدر تعمل مهارات وتقدر تستعرض يعني زي ما حضراتكم عارفين كمان، وبص الجون قد ايه، يعني كمان نيمار بيثبت انه على المستوى طبعا المهاري لعيب من الطراز الفريد. يمكن طبعا نجم السامبا بيامل كمان في تحقيق المزيد من المجد في الدوحه في وقت جاي، لان طبعا حضراتكم عارفين خلاص يعني كاس العالم 2022 على الابواب، كمان نيمار بيطمح يعني اكيد مع منتخب السامبا بالحصول على هذه الكاس، لكن نيمار كمان بيثبت من خلال زي ما حضراتكم شايفين انه لاعب متميز، لاعب فريد في المهارات الفرديه. طيب نروح لمبابي، طبعا مبابي وكانت الضجه الكبيره جدا جدا طبعا مهاجم باريس سان جيرمان، وطبعا صدم بصراحه كانت صدمه كبيره لعشاق ريال مدريد. طبعا كان مبابي على بعد خطوات قليله جدا من الانتقال لريال مدريد، وكل الصحف العالميه اتكلمت على هذا الانتقال وانتقال الحلم. حضراتكم عارفين مبابي كان من هو صغير كان يعني حلمه انه يلعب في ريال مدريد، لكن طبعا جدد عقده مع باريس سان جيرمان وما بين قوسين كده باع ريال مدريد. كلنا كنا عارفين طبعا انه خلاص راح، لكن
امبابي بيصدم الجميع، وكلنا اتكلمنا عن العقد الخرافي اللي اتقدم لامبابي، وعقد يعني عليه بعض التحفظات شويه، رقم كبير جدا جدا. هو طبعا لعيب من افضل لعيبه على مستوى العالم، امبابي عنده لسه 23 سنه، لسه المستقبل قدامه، لكن النقد اللاذع اللي خلال التعاقد من بنود التعاقد بالنسبه للمبلغ، يعني 300 مليون يورو بس عند التوقيع بلس 50 مليون في السنه، رقم اكبر يعني اجر يتناوله اللاعب في العالم، بلس البونص بلس بلس بلس، بيوصل تقريبا بتتكلم على 600 مليون يورو في السنه. ده رقم كبير جدا، يمكن اثار الغضب كبير جدا من بعض الانديه ورؤساء الانديه، لكن الغضب الاكبر كان عندي طبعا ريال مدريد ومشجعيه، ان كان امبابي كان يمكن كان خلاص على الابواب، وكان طموحات كبيره جدا للانتقال. تعالوا مع حضراتكم نشوف امبابي قال ايه ويفسر تجديده لباريس سان جيرمان في اللحظات الاخيره ازاي. قررت قبل إعلان النبأ لفريق باريس سان جيرمان الاتصال برئيس ريال مدريد، لأنني أكن احتراما كبيرا له ولناديه، لأنهم قدموا الكثير لي وحاولوا إسعادي بأقصى قدر ممكن لتسهيل انتقالي هناك. أردت لذلك شكرهم وتأكيد احترامي لهم، وأحسست أن واجبي الحديث معه بصورة شخصية، لأن بيننا رابطة قوية. اعتقد أنه أفضل شيء يمكنني القيام به، وتمكنا بعد ذلك من تجديد تفاصيل عقدي، وتم إعلان القرار وسمع زملاء النبأ عندما كانوا في حجرة تغيير الملابس. من الواضح كان قرارا صعبا، ولكنني دائما ما اعتبرت كرة القدم بمثابة الملجأ بالنسبة لي، لأنها هي ما أجيد عمله. بالتأكيد أدرك أنني سوف أرغم للحديث عن ذلك، وأرغب أيضا في أخذ فسحة من الزمن لاتخاذ الخيار الأفضل. لم أواجه مشكلة في الاختيار من ناحية الضغوط، لأنني ظللت تحت الضغوط منذ أن كنت في 14 من العمر، لذا لم تكن هناك أي مشكلة. الكل يعلم أنني كنت أرغب في الرحيل العام الماضي، وكنت مقتنعا يومها بأن ذلك هو القرار الصحيح، ولكن الأعوام تمر ولا يشبه بعضها البعض. الوضع مختلف، الوضع الرياضي مختلف، الوضع الشخصي مختلف، كما أن هناك عاملا آخر وهو أنني حر وأولي أهمية لبلادي كفرنسي. إنه البلد الذي أرغب في العيش فيه، وأرغب في أن أكبر فيه ونعود له عندما تنتهي مسيرتي الرياضية. يعني ده كان يمكن تبرير امبابي طبعا بعد اقترابه بشدة لريال مدريد، وطبعا التجديد لباريس سان جيرمان، وصدمة كبيرة جدا. وهو بيتكلم ده كان قراري السنة اللي فاتت، وما كنتش واخد رجعة فيه ان انا هروح ريال مدريد، لكن هو بيقول ان الايام بتتغير والشخصيات بتتغير، وكمان اكيد الفلوس بتتغير، لكن خلينا نقول ان اكيد بقاء يعني امبابي في باريس سان جيرمان كانت ضربة موجعة لريال مدريد.